السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في الحلقه التاسعه من برنامج اصنع نجاحك بنفسك. واليوم حنتكلم عن موضوع مهم جدا وهو الاسترخاء او التامل. وكثير من الناس الناجحين او الاكثر نجاحا اخي الفاضل بيخصصوا دائما وقت معين ومحدد من يومهم لممارسه هذه العاده اليوميه، وهي نسميها التامل او الاسترخاء، وكثير بيسموها يعني المديتيشن. هذه العاده اخي الفاضل يعني لها فوائد كثيره على انه انت ترتقي بنفسك وتنجح في حياتك، لذلك احنا اصريت اني اتكلم عن هذه العادة في هذه الحلقة. ولكن بذكرك انه انت لازم تشترك في قناتي وتحاول اخي الفاضل تنشر هذه الحلقة لغيرك من الناس ليشاهد هذه الحلقة ويستفيد من هذا البرنامج. خليني احكي لك اخي الفاضل انه الناس الاكثر نجاحا او الناس اللي بنظموا اوقاتهم دائما بيكون لهم نصيب من المديتيشن او الاسترخاء اليومي، وهذه بتكون عاده لديهم يعني لو 5 دقائق من الوقت اخواني الفاضل. وهناك بعض الناس قد يمارسوا المديتيشن بشكل يعني غير عفوي او بشكل غير مقصود غير مخطط له، ولكن احنا اليوم بنقول لك بنذكرك انه لازم تكون هذه اخي الفاضل مكافاه لنفسك، هذا حق جسدي ونفسي، لازم انه انت تضع في الاعتبار من تو دو ليست انه استرخاء او وقت للتامل من يومك ولو 5 دقائق أخي الفاضل. والآن ممكن أخي الفاضل أنت تسألني كيف أنا أمارس المديتيشن أو التأمل أو الاسترخاء يعني بالمعاني اللي أنت بتفهمها أخي الفاضل. بحكي لك أخي الفاضل، أول شيء لازم أنت تذهب إلى مكان خالي من الناس، مكان طبيعة، مكان في بحر، مكان في أشجار، يعني مثل هذا المكان اللي أنا قاعد يعني بصور فيه أخي الفاضل، يعني أي مكان أنت دائما بتحاول أنه بترتاح فيه، ما في ناس، ما في ضوضاء، ما في إزعاج، ما في جوالات، ما في مكالمات، ما في أي شيء، يعني مكان هادي جدا ومنقطع عن العالم، وممكن تكون صحراء اخي الفاضل انه انت تجلس فيه وتمارس المديتيشن. بحكي لك في هذه الجلسه حاول انه انت دائما تركز على تنفسك وتعمل 10 دورات من التنفس، يعني شهيق وزفير، وحاول انه انت تكون اخي الفاضل دائما الشهيق اطول من الزفير. ليش؟ لانه اخي الفاضل الرئتين هذه مظلومه معك يعني خلال 24 ساعه، دائما انت يعني ما بتتنفس او ما بتاخذ الاكسجين الكافي لملء هذه الرئتين. عشان هيك بنقول لك اخي الفاضل في هذه الجلسه او الاسترخاء في المديتيشن حاول دائما تاخذ الاكسجين الكافي اللي يعني يملأ الرئتين، وبالتالي حاول تخليه مثلا 10 ثواني، وبعد هيك تخرج هذا الزفير بشكل يعني عميق أو بشكل يعني طويل. وخلينا أحكي لك دائما خذ 10 دورات من التنفس أخي الفاضل، يعني مش حتستغرق 5 دقائق أو 10 دقائق، وهناك أخي الفاضل ممكن تكون نصف ساعة لبعض الأشخاص. وخلينا أحكي لك متى هذه يعني بتكون الجلسة رائعة، لما أنت تكون مخلص مثلا من شغل متعب، أو عندما يعني تحضر أو تجهز نفسك لشغل متعب ومجهد أخي الفاضل، هذه بتكون رائعة في هذه الأوقات. خليني أذكرك بنقطة مهمة جدا أخي الفاضل يعني ما تغفل عنها، أنه أنت لازم تكون صامت، ما تتكلم مع أحد، لازم يكون عندك هدوء تام، لازم يكون يعني في إغماض للعينين، ممكن كمان أيضا للتركيز الأكثر، أنه أنت تركز أيضا على تنفسك. هذه حاجات مهمة جدا كثير يعني من الناس يغفل عنها. وخليني أحكي لك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يمارس التأمل أخواني الفاضل في غار حراء قبل نزول الرسالة عليه، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يمارسه في الغار وكان يتفكر في خلق الله وفي مخلوقات الله عز وجل وفي النعم يعني اللي بين يديه، حتى نزلت هذه الرسالة عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. عشان هيك لازم أنت تكون قدوة لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم وتمارس هذا التأمل. وصلنا معكم أعزائي المشاهدين لفوائد الاسترخاء. فوائد الاسترخاء كثيرة ومتشعبة، لكن خلينا أقول لك أنا اختصرتها بكم نقطة رئيسية. نقول لك واحد، أنه هي أخي الفاضل قبل النوم بتساعدك على النوم العميق والدخول في النوم بشكل أسرع وأعمق. 2، تحسن الحالة المزاجية والنفسية للأشخاص، خصوصا مين؟ المكتئبين والمحبطين يا جماعة، هذه وصفة رائعة أنها بتخليهم أكثر سعادة وأكثر تحسينا للحالة المزاجية والنفسية. أيضا أخي الفاضل تنشط من الحالة العقلية أو تنشط من الذاكرة، بالإضافة أخي الفاضل أنه بتخليك أيضا أكثر استعدادا لعمل متعب ومجهد. أيضا كمان خلينا نقول لك أنه بساعدك على التخلص من القلق والتوتر والتعب الشديد، يعني كثير منا بيشعر بتعب من العمل، حاول أنه أنت تعمل على يعني جلسة استرخاء وجلسة مديتيشن، هذه بتخلصك من التعب بشكل سريع ورائع. هذه الوصفة طبعا مهمة جدا أخي الفاضل، يجب أن تخصص لها على الأقل 10 دقائق أو 5 دقائق إذا لا يوجد لديك وقت، مهمة جدا لصحتك العقلية وصحتك النفسية والجسدية، وإن شاء الله يعني بتكون من الممارسين لهذه العادة اليومية. واخيرا اخي الفاضل يعني بدي احاول امارس معك هذا المديتيشن يعني ولو لدوره واحده يعني في نهايه هذه الحلقه، بتامل انه انت تمارس معي يعني كتجربه اولى. يعني خذ نفس عميق طبعا،
طبعا انا حبست هذا النفس اخي الفاضل لمده يعني تقريبا خلينا نقول 5 ل 10 ثواني. حاول انه انت تحبس هذا النفس لاكثر من ذلك اخي الفاضل، لانه انت بتوسع من الرئتين، بتستفيد هذه الرئتين في انه انت ايضا تحصل على اكبر قدر من الاكسجين اللازم لجسمك. هذه يعني عمليه بسيطه، انا طبعا دائما بمارس هذه العمليه بشكل متكرر يعني طيله اليوم اخي الفاضل. الان انت مارسها وحاول انه انت تلتزم فيها كعاده يوميه، بتمنى لك الصحه الرائعه، الصحه العقليه والنفسيه اللي ان شاء الله يعني تساعدك في تحقيق الاهداف، وانه انت تنجح وتكون من الاشخاص الاكثر نجاحا. وخلينا نشوفك في حلقه الغد باذن الله تعالى. ما تنسى طبعا الاشتراك، وانه انت تضغط على زر الجرس وتعمل اعجاب لهذه الحلقه وتنشر هذه الحلقه لغيرك، يعني هذا اقل دعم لنا اخي الفاضل لنستمر في هذا البرنامج. بشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.